بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. فيديو جديد، وهذا الفيديو الأخير في سلسلة مرشحات التلفزيون التربوي للصف الثالث متوسط اللغة العربية، واللي قلت لكم هاي اعتبرها مرشحات من الوزارة أو مراجعة مركزة يجب العناية بها وحفظها بشكل جيد. سؤال 16 عما يأتي، سؤال 16 العفو تكلم عن حياة الشاعر نازك الملائكة، هذا يبدو بالأدب، وهي ناس صادق ولدت في بغداد، وإلى الآخر يعرف قصيدة الكوليرة، ومن نوع القصائد الشعر الحر في الأدب الذي نظمتها الشاعر نازك الملائكة في عام 1947. طبعا للعلم كل سنة لازم يجيبون على رواد الشعر الحر، يا إما نازك الملائكة أو بدر شاكر السياب، أقل شيء 5 درجات أو أكثر. ما تعد الشاعر نازك الملائكة ولماذا؟ متى توفيت وأين؟ عدد أهم مؤلفات الشاعرة نانا، ما هي خصائص أسلوب نازكة الملائكة؟ أجب عنكم ما يأتي، من مجد الشاعر في القصيدة ولماذا؟ هل استطاع الشاعر تصوير فكرة الخلود الروحي للشهيد؟ كيف ذلك؟ زين، تكلم عن حياة الشاعر بلند الحيدري، أجب عما يأتي، ما يعد بلند الحيدري؟ ما معنى بلند؟ معناه اسمه في اللغة الكردية شامخ، هو أصله كردي طبعا مثل ما ذاكر لك، معنى اسمه في اللغة الكردية قلنا. عدد أهم دواوين الشاعر، هاي تجي هواي مرات، تجي فراغ وتجي الشكل، أو يعني الدواوين، أو أنسب الدواوين إلى أصحابها. ماذا تعد قصيدة إلى ولدي؟ كيف كانت التركيب والمفردات التي اختارها الشاعر؟ أجب عن كلماتي، لماذا ذكر الشاعر أن الشرطية في قصيدته ليبين أن رجوع الأب هو رجوع الطيف في الحلم واستحالة الرجوع الجسدي؟ أصابه كانت عبارة الشاعر ولماذا؟ كلا، لأن الشاعر يستعمل عبارات بسيطة جزئية يوصل الفكرة بشكل بسيط وموجز. الأسبوع 14، استخرج اسم الآلة فيما يلي قواعد هذا. استخرج اسم الآلة من الطيارة، أسرع وسيلة للنقل وأكبرهن سعة. وأيضا مثل ما ذكرت لكم، إذا أجبتك الأسئلة شوف ايش يحتاج، وخطط الورقة وخطط جدول أحسن لك، ورتب حتى إجابتك من تعتني بيها تاخذ عليها درجة زيادة. أجب عما يأتي، مثل بجملة اسم آلة جامد. قطعت الطعام بالسكين، أجب عما يأتي، هذا أدب. بماذا ارتبط اسم الشاعر محمود درويش؟ ما يعد الشاعر محمود درويش؟ عدد أهم دواوينه. شاعر فلسطيني هو واحد من أهم الشعراء الذي ارتبط اسمه بالمقاومة، من هو؟ وما عنوان قصيدته؟ اكتب 3 أبيات. محمود درويش فكر بغيرك اسم قصيدته، و هذا قصيدته. لهنا وصلنا نهاية هذه السلسلة وهذه المرشحات، نتمنى التوفيق للجميع. لا تنسون لايك للفيديو والاشتراك في القناة ومشاركة الفيديو في جروباتكم وأصدقائكم مجموعاتكم، حتى توصل الفائدة إلى عدد أكبر. نتمنى لكم التوفيق والنجاح، في أمان الله.